استنفدتم وقتكم. إذن نعم تفضل سيد. شكرا سيد رئيس. بدا ما نقص من الوضع الاعتباري ديالكم كرئيس الجلسة سيد الرئيس، داكشي اللي وقع مع وزيرة السياحة ما خصوش يبقى يتكرر، احتراما للتعاون ما بين المؤسسات. إلى رجعنا للمادة 150 من النظام ديالنا الداخلي كيبقى مادة مبهمة، وبالتالي باش نحافظوا على التعاون ما بين المؤسسات هذاك الشيء اللي وقع ما خصوش يتكرر. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس بكل تقدير أنا أقدرك، ويجب عليك أن تقدر موقفي هنا. أنا رئيس وأطبق القانون، والفقرة الأخيرة دي من المادة 150 واضحة، وأنا هنا واجبي الأول أن أحافظ على المكانة لهذه المؤسسة، ودستوريا لها المرتبة الثانية. لا تفرطوا في مؤسستنا، نحن كلنا أبناء البلد. هؤلاء حكومة نحترمها ونقدرها، ولكن القانون فوقها وفوقكم وفوقي. لن أقبل هذا التدخل في تسييري للجلسة. الحكومة محترمة وعلى الرأس وعلى الرأس والعين، ولكن ما تدخلش بحيث الحكومة ديالك جيت تقول لي لا لا درت نخدم ما يتعاودش. لا تعطيني سيد الرئيس بكل التبجيل وتقدير وصية. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.